يعني خلاص ايام بتفصلنا عن سنه 2021، يعني يمكن يوم الجمعه هيكون اخر يوم في سنه 2020. كل سنه وحضراتكم طيبين. يعني النادي الاهلي حقق في سنه 2020 العديد من الانجازات والبطولات، يعني الانجازات مش بس على الصعيد الرياضي، لا كمان على الصعيد الانشائي في جميع فروع النادي الاهلي. اتريت اني هتعرف على ده اكتر في هذه اللحظات معي الاستاذ محمد الالفي، مدير العام للخدمات والمنافذ لفروع النادي الاهلي الثلاثه. يا استاذ محمد، طبعا في البدايه برحب بيك، وخليني يعني ابارك لك على تكريمك من منصب مدير الخدمات في مقر النادي الاهلي بالجزيره لمدير عام للخدمات والمنافذ لفروع النادي الاهلي ثلاثه. اهلا بيك، كل سنه حضرتك طيبه، كل سنه طيبه نهاوند، كل سنه طيبه كريم، كل سنه طيبين كل طاقم العمل وطبعا اعضاء النادي الاهلي ومجلس ادارته. شكرا. طبعا ده تكليف كبير جدا جدا جدا، وان شاء الله اكون عند حسن الظن. دي نتيجه عمل مش لوحدي، من اول المشرفين العمال لكل الناس طبعا بوقوف، يعني مجلس اداره وقف معايا جامد جدا جدا، العميد محمد مرجان، استاذ خالد، كله تعب معايا ووصلني للوضع الحالي، وان شاء الله اكون عند حسن الظن ومزيد من النجاح لينا كلنا باذن الله. في البدايه كلمني عن الطفره الانشائيه اللي حصلت في فروع نادي الاهلي الثلاثه، واللي كان اخرهم افتتاح البوابه الجديده والرئيسيه لنادي الاهلي بالجزيره. طبعا الحمد لله احنا قدرنا دلوقتي في الشيخ زايد في منطقه الخاصه بمجمع البنوك، احنا على قد ما بنقدر، وهنا برضو في نادي الاهلي البوابه الرئيسيه الحمد لله انتهينا منها. هي الفكره كلها والهدف كله اللي احنا بنحاول دايما ان احنا نسهل على عضو النادي الاهلي، عايزينه دايما يكون جوه النادي وبيعمل كل الخدمات اللي هو محتاجها، ده احسن ليه واريح ليه طبعا في وسط عيلته وفي وسط بيته. فالحمد لله يعني بالنسبه للانشاءات احنا لغايه دلوقتي قدرنا ان احنا نحقق جزء كبير جدا جدا منها، وان شاء الله في خلاص دلوقتي برضه في مدينه نصر شغالين على منطقه الجراش باذن الله، الجراش الخاص بيه، وانا عارفين ان هو مسبب مشكله كبيره جدا، وفي وقت قصير ان شاء الله هيكون كل حاجه جاهزه ليهم لاعضاء النادي باذن الله. كلمني بقى عن الخطه الجديده لسنه 2021، استعدادكم للسنه الجديده والخدمات اللي بتقدموها للاعضاء، يعني وكمان انشطه اللجان، يعني كل الخدمات اللي بتقدموها لاعضاء النادي الاهلي في جميع الفروع. هو على جانب الاداره هيكون التركيز احسن بكتير جدا جدا من السنه اللي فاتت. هو خلاص يعني احنا ابتدينا في انتظام من دلوقتي، احنا من الساعه 7 و8 الصبح موجودين على مدار اليوم لغايه الساعه 12 انا وزمايلي كلهم. بالنسبه للسنه الجديده عندنا يعني طاقه كبيره جدا جدا، الحمد لله احنا ربنا كرمنا بثلاث بطولات، الموضوع صعب علينا مش سهلها، طبعا الناس دلوقتي بتفكر اكتر، احنا عارفين دايما احنا ما بنشبعش يعني على المستوى الاداري ومستوى البطولات، فالحمد لله احنا نكون برده الفرقه بتاعتنا الفرقه الاداريه زي ما بيقولوا، ان شاء الله هنكون عن حسن الظن، هيكون في انتظام، هيكون في اختلاف كبير جدا جدا على مستوى الحمد لله احنا استحدثنا جزء كبير جدا جدا من مناطق جلوس الاعضاء، في حاجات جديده جت وان شاء الله في حاجات اكتر جايه. على مستوى المنافذ الحمد لله احنا في دلوقتي صيدليه موجوده عندنا، يمكن دي اول صيدليه تخش في تاريخ النادي الاهلي، في جزء كبير جدا برده بيتم ان شاء الله في استحداث منافذ جديده في مدينه نصر وفي الشيخ زايد مساعد الزمايلي هناك. على مستوى الهايجينيك والكلام ده كله الحمد لله احنا خلاص مرينا بروتوكول جددناه مع شركه تيو دي مسؤوله عن سلامه الغذاء، برضو ابتدينا من امبارح انا وزمايلي نمر على المنافذ كلها نتاكد من سلامه الغذاء، احنا ان شاء الله يعني متاكد اللي هيكون في يعني ان شاء الله في تعاون مثمر من الاعضاء ومننا وكلنا ايد واحده، وكلنا باذن الله هيكون سنه جديده كويسه علينا وننجح باذن الله. كلمني اكتر عن الطفره الانشائيه اللي حصلت هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيره، يعني اللي كان اخرهم طبعا افتتاح البوابه الجديده. الحمد لله احنا قدرنا ننتهي من اعمال البوابه زي ما انتم شايفين الحمد لله شكلها، يعني عايز اقول لكل الناس بتعدي من بره النادي بتتصور مع البوابه، حاجه مشرفه جدا جدا جدا، ودي بدايه لسه ان شاء الله باذن الله الجزء الاخر ناحيه بوابه المعلمين باذن الله، كل حاجه في ميعادها وكل حاجه بتخلص بسرعه، هو زي ما قلت حضرتك تحدي، وان شاء الله خلال الايام اللي جايه باذن الله هيتثبت ان احنا نكون قد التحدي ان شاء الله، مش انا لوحدي، انا والاعضاء وكل زمايلي باذن الله. طيب دايما متعودين من النادي الاهلي ان هو يعني بيقيم حفلات احتفالا بالسنه الجديده، ويعني كنا متعودين على ده دايما، بس طبعا نظرا للظروف بسبب انتشار فيروس كورونا يعني النادي الاهلي ما عملش ده، يعني كلمني برضو عن ازاي بيتم اتخاذ الاجراءات الاحترازيه هنا في النادي الاهلي، وازاي يعني الاعضاء بتلتزم بالاجراءات دي. لا طبعا الحمد لله الاعضاء ملتزمه معانا، يمكن من دخول البوابه كل الناس لابسه الفيس الطبي الماسك الطبي الخاص بيهم، الحمد لله الناس اوريدي بتيجي معاها المطهرات والمواد
المواد الوقائيه معاهم. احنا بالنسبه لنا احنا الحمد لله الاداره موفره لنا كل الامكانيات اللي موجوده، سواء المواد التعقيم او سواء الادوات نفسها بالبيت كله. الحمد لله احنا عاملين زي خطه كده يوميه، بيتم التعقيم اكثر من 4 مرات في اليوم بكل المباني، الاماكن الخارجيه وكل الكلام ده كله، حتى المنافذ. المنافذ برضو احنا بنتابعهم من ناحيه التعقيم، في برضو اجهزه وفي مواد تعقيم. فالموضوع ده الحمد لله احنا بنحاول احنا نبذل جهد فيه كبير جدا، لان يعني حاجه لينا اولا وللاعضاء ولكل الناس. فنامل ان شاء الله الموضوع ده ينتهي قريب، ونامل يعني ان شاء الله لو اي حد من زمايلنا اللي هو يتعافى في اسرع وقت ممكن، وربنا يحمي مصر كلها واعضاء النادي كلها. شكرا. اهلا بحضرتك. يعني ده نهاوند كان لقائنا مع الاستاذ محمد الالفي المدير العام للخدمات والمنافذ لفروع النادي الاهلي الثلاثه من مقر النادي الاهلي بالجزيره. والان العوده للاستوديو مره اخرى. نشكرك على اللقاء يا سالة جدا.